هنا الهدف الأول لساشا محمد. الهزيم، التسديدة من الهزيم، ويسجل في شباك عدنان النجدي ثاني أهداف نادي كاظم. الإعادة توضح لمسة يد فان بيتا عبد الرحمن الطويل، يسجل الفاضل، تسديدة والهدف، يا سلام لمصلحة الكويت بعد أخطاء لاعبين كاظمة، أخطاء لاعبي كاظمة في إبعاد هذه الكرة من مناطق من لاعبي كاظمة الآن في مناطق فان بيتا، تسديدة ويأتي التعادل المتواجدين، وغريب جدا من الآخرين، الفاضل، التسديدة والهدف، صالح الفاضل، لي صالح 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 حيدر لي فان بيتا، فان بيتا فان بيتا لصالح حيدر، سترينجاري تمريرة خاطئة، فان بيتا خلاص.